والله من جديد واهلا وسهلا بكم اخواني مستمرين وياكم بتقديم سلسله دروسنا التعليميه الخاصه بسيرفر المايكروتك. درسنا اليوم راح يكون عن الجي ار اي تنل. خلنا ناخذ لكم فد معلومات عامه تتعلموها بعدين نتحول لهذا اللاب العملي. طبعا الجي ار اي هو اختصار لجنرال راوتينج انكابسوليشن اللي يعتبر احد انواع الفي بي ان، دوره انشاء قناه تواصل وهميه من نوع بوينت تو بوينت لربط الشبكات البعيده جغرافيا باستعمال شبكه الانترنت، بحيث راح يتم تغليف الهيدر لحزم المعلومات الصادره من العناوين الداخليه للشبكات برايفت اي بي مثل كلاس اي بالعناوين الخارجيه واللي يستعملها الراوتر للاتصال بالانترنت الببليك اي بي. بذلك راح تتمكن الشبكات الداخلية من التواصل من مسافات بعيدة عن طريق الشبكة العنكبوتية، نقدر نسمي هاي العملية بالتنالينج. يتميز الجي ار اي بالسرعة، لكن عيب الوحيد انه ما يشفر حزم المعلومات. هاي كفكرة عامة حتى تعرفها عن الجي ار اي تنل. باللاب اللي امامك انا هنا عندي سايت واحد وعندي سايت اثنين، سايت الاول لنفرض موجود ببغداد والسايت الثاني مفروض موجود بعمان، تمام؟ كل راوتر موجود بـ Public IP، تمام؟ بعدين من الراوتر عندنا طبعا اللي هي الشبكة الداخلية اللي ومن ثم واصلة بـ Switch ومن ثم موزع لليوزر. الفكرة اللي يريد نسويها انه راوتر بسايت واحد ببغداد يحاكي راوتر بسايت اثنين اللي بعمان، تمام؟ خلونا نتابع الفكرة وكيف يتم الكونفيج، تمام؟ خلينا ندخل للراوتر اللي ببغداد اللي عادة بسايت واحد. تمام، نجي اول فقرة، احنا هنا انترنت واصلنا، خلي نسويها وان ايثر اثنين، خلي نسميه لان. لان اللي يقصد اللي الخارج من الراوتر للسويتش ومن ثم لليوزر. بعدين نجي نكتب الاي بيات اللي واصلتنا من الاي اس بي اللي هي 27.10.10.2/30. هاي المنو الوان، ثبت اي بي لان اللي هو 172.16.1.1/24، هذا اللان. بعدين نضيف الجيت واي اللي هو شقد 27.10.10.1، تمام. نطي ابلاي، اوكي. نيجي نشيك وصلنا انترنت لو لا داخل الراوتر. تمام، حاليا الراوتر واحد كمل، يعني مو كمل انه احنا فقط دخلنا ثبتنا به الاي بيات اللي وصلتنا من الاي اس بي، تمام. بعدين شيكنا وصلنا انترنت حتى نتحول للراوتر الثاني. هذا شنو نعطي اسم سايت واحد، تمام. هسه خلونا نتحول، كملنا الراوتر اللي موجود ببغداد دخلنا به انترنت، نتحول للراوتر الثاني اللي موجود بعمان، فتابعوا. اذا هسه دخلنا بالسايت الثاني، خلي نبرمجه كالعاده وان ولان كيفك انت حسب ما تريد تسمي الانترفيس. هاي يمك، نجي شقد الاي بيات اللي واصلتنا بسايت اثنين، واصلتنا الاي بيات بسايت اثنين 104.10.1/30، تمام. اللان شقد عندي راح يكون 2.1 172.16.2/24 اللان. شو اسوي؟ نضيف الجيتوي، هذا الجيتوي. جيتوي ايش قد عندي؟ 104.10.1/1،
دقيقة، أكو عندي فد شي غلط. 114.11، بس خليني نتأكد. أريتشابل دا يعطيني أدرس، أي غلطان أني، نامو 10، نامية وأربعة. أبلاي، تمام. شيك إنترنت أيضا. حاليا عندي انترنت بسايت واحد وسايت اثنين. هسه بعدين نبدي باعدادات الكنال بالسايت اللي موجود ببغداد، فتابعوا يعني. نجي لي انترفيس جي ار اي تنل. شنو نسوي عندنا؟ احنا عندنا هنا سايت واحد، تمام. احنا اللي وين نريد نوصل؟ اللي نريد نسوي تنل ويا سايت اثنين. فبكل تأكيد راح اكتب الريموت ادرس، راح يكون 104.10.104.10 واحد اثنين، تمام. ابلاي، بعدين انطي ادرس 192.168.1.1/30. هذا المنو للتنا. بعدين وين؟ بعدين اتوجه للاي بي راوت. ايش اقول له؟ اقول له من الشبكة اللي اي بيها 192.168.1.1 اني تيهت هنا، هاي الشبكة مالتي اني. بس انا وين راح اشتغل؟ راح اشتغل من ال 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 الواحد صفر، من الشبكة اللي اي بيها 172.16.16.10 او 2.0، لان انا منها راح اشوف. هنا انا راح يكون عندي في سايت 2. دقيقة، ثواني، خلي بس حتى ما تخبط عليكم الامور. حاليا شلون مدى تقول انه المعلومات اللي موجودة هنا كلها نخليها بسايت واحد والعكس؟ فاش راح نقول له؟ نقول له الشبكة اللي اي بيها 172.16.2.0، تمام. 2.0/24 طبعا. شوف لي الشبكة اللي اي بيها 192.168.2.1 او 1.2، مو 2.1، احنا 1.2. اعطي ابلاي، تمام. بعدين نتحول للشبكة الثانية. احنا هسه ثبتنا معلومات السايت الاول. معلومات السايت الاول هي تفاصيل السايت الثاني، خليناها بالتنل مال السايت الاول، وراح نسوي العكس، فتابعوا يا. اذا هسه احنا بسايت اثنين، ايضا انترفيس جي ار اي. شو نسوي؟ ناخذ هذا الاي بي 27.10 سوري 27.10.10.2. ابلاي، بعدين ننطي ادرس. الادرس هذا 1.2 مال التنا، 192.168.1.2/30 المنو للتنل، ونتوجه بعدين على الراوت. الشبكة اللي اي بيها 172 اللي هي هاي 16
واحد صفر سلاش 24. خلي توصلني لي ال هذا الاي بي طبعا اللي هو 192 168 الواحد واحد ابلاي. تمام. هسه حاليا شو نسوي؟ هسه حاليا نشيك ال ال البنك ما بين السايت الاول اللي موجود ببغداد والسايت الثاني اللي موجود بعمان، فتابعوا يا. اذا هسه خلي نشيك البنك ما بين سايت واحد الى سايت اثنين. سايت اثنين يحمل الاي بي عادة بنك 104.10.1.2. تمام، عندي بنك عليه. هسه شو نسوي؟ خرج الانترنت للحاسبات. تمام، فتابعوا وياي. فعل الدي ان اس. سوي نات. على اللون. شنو المشكلة؟ ايش دا يصير؟ هذا منهم، هذا فايروال نوت. تمام، بس نشوف الاي بي 1.1. اوكي، ثواني تيصير عندنا فد اشكال. لحظة وياي.